أكد وزير المالية أحمد كوجاك أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وأن هناك فرصة كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقا للمصالح المشتركة. وخلال لقائه مع كريستيانا بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لفت كوجاك إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية للاستفادة مما تتيحه الدولة من محفزات استثمارية أكثر تنافسية واستدامة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية شهدت انتشاراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأشار المركز إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصاً عقب جائحة كورونا التي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم، ما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار في عام 2020. استعرض وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه، وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات الغزل والنسيج أثناء زيارته لشركة غزل المحلة، حيث تابع الوزير تقدم معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة. فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض، يأتي ذلك وسط ترقب في وول ستريت قبيل قرار مهم من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع. ارتفعت أسعار النفط نحو 2% بعدما وازن تعطل قدر من الإنتاج في خليج المكسيكي بالولايات المتحدة التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة. وزادت العقود الأجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.96% إلى 73 دولارا واحد من المائة سنت للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام الأمريكي دولار و60 سنتا أو 2.33% إلى 70 دولار و25 سنتا للبرميل. يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ ناتج الصناعية في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر. أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الموسم الجاري بلغت 8.7 مليون طن ارتفاعاً من 5.9 مليون طن بحلول 20 سبتمبر في الموسم الماضي. هذا واتفقت الحكومة الأوكرانية مع جمعيات المزارعين على تقليل صادرات القمح خلال الموسم الجاري إلى 26.2 مليون طن.